الله وبركاته. حلقة النهاردة شباب يا شباب ان شاء الله حلقة 20 وهنشرح ركلة من اهم الركلات في عالم الفنون القتالية. هي ركلة هوائية اسمها فلاينج كيك او جامبنج سايد كيك. طبعا احنا خدنا قبل كده شباب ركلة سايد كيك الحركات السابقة. ركلة فلاينج كيك انت هتعمل السايد كيك بس بجامب في الهواء. طبعا مشهور بالركلة دي شباب جدا بروست. المهم انت شكلك هيكون في الهواء عامل ازاي؟ وات سايد كيك ولا كده عامل ده المفروض يكون الشكل ده. لكن الرئيس حاجه الرئيس حاجه ان الشكل ده هو غالبا بيكون الشكل الاستعراضي للحرب. لكن تكنيك الفايت في وقت الفايت ممكن ما يحصلش ان الركله تبقى بالشكل ده. تمام؟ فاحنا اول حاجه هنشرح السايد كيك وقت الفايت. وقت الفايت بصوا بقى ممكن ما نلاقيش يا كابتن الرجل دي عملت كده قوي زي ما قلنا. احنا قلنا وقت الفايت بيختلف غير لما اجي اعملها كاستعراض. فاحنا نتعلم الشكل. انا طبعا زي ما قلنا خدنا قبل كده حركه السايد كيك فلازم نراجع عليها. طيب هنا بقى انت اول حاجه محتاج الجامب. اول ما اخد الجامب هات رجلي دي هنا بالصوت كده اوكي. طيب مع طلع الكفور دي كده ادفع اول ما تبقى راسك طلعت لفوق ابر واقف 1 2 اوكي ومع الجامب كيك. طيب وقت الفايت وقت الفايت شباب دي هتكون طبعا ركلة قوية جدا ومؤثرة خاصة. ممكن ها شغال معايا ها لا بالظبط في الوش هنا لكن طبعا لما تكون اعلى بتكون افضل. اوكي؟ طيب نيجي بقى للركلة اللي هي هنعملها بقى بالشكل الاستعراضي. كده بالشكل الاستعراضي لازم يكون شكل رجلك باين بالشكل. هنا انت بتحتاج رن ان انا هجري. اوكي؟ مع الجري مجرد ما طلعت لفوق احاول على قد ما اقدر ان انا اديه هنا كده. لاحظوا كده معايا واقف نفخ بسرعه. شايفين دي ضربت ازاي؟ شايفين كعب رجلي هنا ضربت ازاي؟ ها تاني لاحظوا كعب رجلي طالع بسرعه. ها مجرد ما تراقب مقدار دي وهنا دي كده اهو وتاني كده زي كده. ها لاحظوها معايا اعملها سنتر يعني. ماشي ده يبقى شباب في الحركه هنا في الركله كشكل واستعراضي جامد. طبعا مشهور بيها زي ما قلنا بروست بيها في كل افلامها. اوكي براءه هنا ان انا باخد جامب عالي. تمام حاجه ايه؟ الجامب. طب وقت ما تيجي تاخد جامب لفوق مع الجامب لفوق زي ما قلت تنيه الرجل هنا القدم تكون قويه جدا هي وهو اهو بدي دي بجوه وبقفل دي بجوه اهو ده الشكل اللي المفروض يكون فيه. اوكي يبقى الجامب عالي. في ناس بتستعجل اول ما بتاخد الجامب تقول استنى لا اطلع 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 فوق جامد اطلع فوق جامد بعد كده ايه اعمل كيك. اوكي ارجع طلعت اول ما تطلع زي ما قلت لك اول ما تطلع حركة عايز تركيز جامد. مرة انا طلعت الخطوات كتيرة. اهو شايفين؟ خمسة فوق. أول حاجة عملتها هي تانية القدم. مع تانية القدم أضرب السايد كيك. تاني شكل استعراضي هنضرب السند باك أطلع فوق مع طلع فوق. طيب لو عملنا الحركة السايد كيك واقف جاي طالع زي ما قلنا بقى شباب. اما وقت الفايت فالرجل على الفصل بتاعك مش هتكون زي ما احنا بنعملها بالشكل الاستعراضي ده رجلك بتكون مفروده قوي لان صعب على الخصم بتاعك انك تتفرد بالشكل ده بقوه. هي تتفرد لو انت طبعا جاي من بعيد لكن وقت الفايت بتكون الضربه زي ان انا بطلع اوكي واطلع احاول اركز على ضربه السيف. ممكن القدم هنا ما تدينيش قوي زي الشكل الاستعراضي. اوكي؟ يبقى الفايت بقى تمام؟ زي ما قلنا لو شكل هيكون الحركه فيها شكل استعراضي جامب القوه بركز على تمام؟
هنا ركلة حسني. طبعا في ناس تقول لي كابتن ايه ركلة حسني هو اللي اخترعها؟ احنا بنجيب الانسان اللي اثبت نفسه في المجال ده ومشهور بيها. ركلة اسمها جامبنج سايد كيك او فلاين كيك، ركلة الجانبية الطايرة. يا رب تكون استفدتوا، نطبق كتير، نستمر كتير، ويلا بينا عشان نتابع الحلقة اللي بعدها. يلا بعد كده لازم اتمرن على السنة. اول ده الحركة لو رجل اهو هي ايه الوقت اهو.